يقول صليت المغرب والعشاء على أنني طاهر، وبعد أن صليت الركعة الأولى من العشاء تذكرت بأنني محدث فخرجت من الصلاة للوضوء، والسؤال ماذا أعمل في صلاة المغرب؟ إذا كنت صليتها على غير وضوء تعيدها، تعيد المغرب ثم تصلي العشاء، لا بد من الترتيب. إذا تذكرت أنك ما انت على وضوء في الصلاتين، صلاة المغرب وصلاة العشاء، تتوضأ تصلي المغرب أولا ثم تصلي بعدها صلاة العشاء. نعم.